انت بتزقي على الباب؟ خلاص والله خلاص بتزقي علي الباب؟ افتح الباب. خلاص يا محمد افتح الباب. تعالى نحارب عليا انا لحد دلوقتي مستسلمه. يا خبر اسود. طب اقول لك حاجه، بصي مش شغلي. انت بتخربشيني؟ مش شغلي. وانا بتوجع دلوقتي وممكن اموتك وادوس عليكي كده. طب يلا اطلع بره. طب مش طالع بره. بره مش طالع بره. الله يا محمد اطلع بره. اطلع بره. مش طالع بره. انا المكان ده بالذات في الاكاديمي. انت كنت بتاكل ايه؟ انت هتشتمي ولا ايه؟ انت تقيل قوي. ما تتحركش. ما تلمسنيش لو سمحت. عيب 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 عيب. ما تلمسنيش. لا 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 مش هينفع كده. مش هينفع مش هينفع. لا ابعدي عني. بره. الحمد لله. والضفدع اتصاب في رزغ ايده الشمال وبيتوجع. كل التمثيليات دي انا حفظتها. مفيش خروج من الاوضه. وهنا هقدر ارش عليكي. لا يا محمد. بالكعب بالكعب. بص ايدي. لا خلاص خلاص مش عايزه العب اللعبه. لمعلوماتك بقى انت هتفضلي في الاوضه هنا محبوسه ومش هخرجك خالص خالص لغايه ما كلنا نطلع نومينيه والاكاديميه تهد ويبتدي السيزون الجديد. اوكي. ويدخلوا الطلبه الجداد يلاقوا معزه هنا. اوكي. ضفدعه مرميه. و لو سمحتي مش هينفع كده. مش هينفع مش هينفع. انا بتكسف 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 بتكسف. يا بدي يا بدي والله العظيم. يا عنيفه يا ضفدع يا خروف يا معفن يا اللي مش هيرضوا يذبحوكي في العيد يا معفنه. انا ايوه يا حصان يا معفن اللي هو حتى مش راضيين يخليه جوه الخضار في السوق. مش تخرجي. مفيش خروج ولا طلوع ومفيش اي حاجه. هتفضلي محبوسه هنا. ايوه خليكي زي الضفدع كده محبوس جوه. الله احلى كلام هذا الكلام. ارش عليكي الموس في هذا الوضع. لا لا يخرب بيت الصوت العجيب. صوت الضفدع. انا ممكن اعمل لك قفص هنا وندخل الناس تتفرج وهو يبقى بفلوس على ابعد يا محمد. على اساس ان انا واقف جنبك. ما انا بعيد عنك اصلا. ابعد ابعد. انت جربانه. انا خايف اقف جنبك اساسا. خلاص يا جربانه يا معفنه. ما تكلمنيش. اوكي حلو الوضع. انا حلو قوي كده. انا كده فظيع. وريني يا طهره هتطلعي بره ازاي. انا احسن وضع. مرتاح جدا وانا كده. والازازه دي ريان. على فكره الباب ده مش بيخلي الصوت يطلع بره. خليكي كده يا ضفدع يا معفن. محمد ورانا. وتحيه كبيره لهيثم. لهيثم يا هيثم. ويا هيثم انت عارف الحصان ده كان بيعمل فينا ايه علشان كده احنا بننتقم منه. مخربشانا ومبهدلانا وبتضحك ضحكه المعزه. مفيش برسيم يا معزه. يا معزه افتحوا لي الباب. خليكي محبوسه هنا زي الكلب اللولو. يا كلب يا لولو. يا محمد. صباح الخير. ازيك؟ لا موس. لا طب خلينا نخرج يا محمد. والله تعبت تعبت. طب عايز اشرب جدا محمد. هتعمل مش عايز. خلينا نخرج محمد. ما تخش عليها وتخلص. تضربني. ما صوتيش في ودني. والله يا دزمه يا دزمه. خلاص في. لا في بنتي نايمه هنا. مسلا. انت معفنه. ضفدع معفن. ضفدع معفن. يا نهار اسود. ايه مقرف. تضربيني بالشلاليت. انت هتعملي ايه؟
انا المخدات مش بتاثر فيا، المخدات مش بتاثر فيا. خلاص انت فاهمه؟ فاهمه. عمر دلوقتي وبهدلك. روح برا. بتسردي برا؟ برا. انا تعبت والله تعبت. خلاص خلاص يا محمد خلاص. بجد بجد انت ضفدعه، ضفدعه عفنه. اهو 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 اهو. خلاص عليها. لا لا. هتعمل ايه يا حبيبي؟ عشان ما عشان ما توسخ الدنيا. لا مش شغلي. خبطتني في عيني. استنى محمد محمد محمد. انا عايز ارش عليك، انا هتفرق معايا على فكره. عايز اي شبشب، اي جزمه هدفع بيها. امسك امسك. لا السيفتي، لا بلاش السيفتي حرام. يا معفنه يا يا خايسه. ايدي انت جبتها منين؟ سحر. ما بعرف. شكرا لله. وينك اليوم مختفي؟ انت اللي وينك؟ انا من الصبح عم بتخانق. ماشي يا دزمه. انت امسك الخصم. محمد خلاص ما تلعبش معايا، انت مش عارف. بص بص محمد. خلاص اوكي 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 اوكي. انا ماشي انا ماشي. قد ايه اطول؟ قاعد اعمل لك فيها قطه وقاعد بتنطط بره. خلاص يا بره. لو سمحتي اطلعي بره الحمام بتاعنا. بص مش هينفع كده، عيب عيب. استنى على اساس اني انا بضحك. خلاص قديمه 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 والله يا ممثله يا قديره. بره من غير موس. انا وعدتك قلت لك خلاص اوكي. بس انا اكتر واحد ندل في الدنيا وبيرجع في كلامه. لا عارفه ان انت مش كده يا ستي. انا بقول لك ان انا كده، انت غريبه قوي. انا بقول لك ان انا ندل. لا لا انت بتاعت رانيا. انا بقول لك ان انا ندل وممكن ارجع في كلمتي في ثانيه. وخليك دلوقتي شعرك ابيض، عندك 80 سنه. اذا ما ترش عليها وتخلص انت من الاقرب صالك ساعه بترجع. اعطيني هذا الزيت. لازم اعذبها الاول، لازم اعذبها. فاضيش. رش بسرعه، ترش ريقي يلا. بس عشان هدومها والله، عشان هدومك بس يا يا. انا هسميكي تمره مش طهره. محمد انت لحقني ليه؟ روح يا محمد. واحد ماشي في الاكاديمي وكله. انا حر، انت ماشيه ورايا ليه؟ انت فظيعه غريبه. صباح الرخامه رخمه، بني ادمه رخمه بطريقه غريبه والله. انت ايه مالي والله؟ الله احلى تهويه في الدنيا، واحد بيتمشى كده يا حاجه فظيعه فظيعه فظيعه. محمد لو عضك والله هعضك. يلا مش بعيد. ايه ده ايه ده؟ في هنا معيز بتغير هدومها. بره 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 بره. امشي امشي يا عضاضه يا ضفدعه.